تواجه قارتنا تحديات معقدة ومترابطة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف العنيف وتعدد بؤر التوتر والأزمات، حيث سجلنا السنة الماضية تزايداً مخيفاً للعملية الإرهابية من حيث الكم وكذا دمويتها وامتدادها الجغرافي. ولذا نجدد دعوة لتسريع تنفيذ مقترحاتنا، لا سيما وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب بدلاً من خطة سنة 2003 التي تجاوزت الأحداث. تفعيل القائمة الإفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال الإرهاب بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وأخيراً العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي.